ما بين هؤلاء والحرية دقائق معدودات تستغرقها الإجراءات النهائية التي يقوم بها قطاع السجون لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لعام 2021 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، حيث انتهت لجان الفحص المشكلة من قطاع السجون إلى الإفراج بالعفو عن 2904 من النزلاء والإفراج الشرطي عن 118. مدينة عفو، فأنا مبسوطة قوي وفرحانة عشان أطلع لعيالي، وبقول كل سنة طيبين لعيد الشرطة إنه خلينا نطلع عفو. وأنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل سنة طيبين لعيد الشرطة ومبسوطين اللي احنا خارجين في العفو. ويعد الإفراج بالعفو والشرطي أحد محاور السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه النزلاء، وهو التوسع في تطبيق سياسة العفو والشرطي على من تنطبق عليهم الشروط من النزلاء بعد تأهيلهم وإصلاحهم حتى يتمكنوا من بدء مسيرة جديدة في حياتهم تعتمد على ما تعلموه داخل السجون من حرف وما قدم لهم من رعاية تعليمية واجتماعية. أنا الحمد لله أنا تعلمت الحلاقة يعني واشتغلت حلاقة يعني وهشتغل برا إن شاء الله لما أخرج حلاقة يعني بإذن الله. تعلمت خياطة والحمد لله بابا أطلع أشتغل. أنا تعبت، كنت في وقت كنت كانوا بيطلعيني هذا أكشف مشي وكانوا بيكشف بيديني الدواء من عندهم والعلاج وكده. خطوات يخطوها المفرد عنهم يجتازون بها أسوار السجن في طريقهم إلى خارجه، حيث الفرصة الجديدة التي أتيحت لهم بهذا العفو الرئاسي، معبرين عن فرحتهم الكبيرة وتقديرهم لما لمسوه خلال فترة العقوبة من رعاية إنسانية واجتماعية وصحية وتأهيلية تراعي قيم ومعايير حقوق الإنسان.